خلينا ناخد مزيد من التفاصيل عن هذه التصريحات. ضفنا هاتفيا الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا وسهلا بكل مشاهدي اكسترا نيوز. كل سنه حضرتك طيب. ولو تسمح لي بدايه اسال حضرتك من اخر تفصيله كنت بقراها للساده المشاهدين قبل ما ياخد اتصال حضرتك، وهي فكره زياده سعر توريد القمح وانه ده دعم من الدوله الى المزارع المصري. كان في موافقه قبل كده على 1600 جنيه للاردب، اردب القمح، ولكن زاد الى 2000 جنيه. لو تسمح لي اسال حضرتك ده ازاي بيدعم المزارع المصري وأثر وإيه يا فندم، مش بس اقتصاديا حضرتك طبعا الخبير الاقتصادي، ولكن كمان اجتماعيا ده ممكن يكون أثر وإيجابي إزاي يا فندم؟ خليني أرى الزيادة في هذا السعر ارتباطا بزيادات رواتب الدولة قررتها في زيادات رواتب ومعاشات لأصحاب الدخول في حزمة تكلفت نحو 180 مليار هتصل إلى المصريين خلال مارس الجاري. إذن فنحن أمام زيادة في رفع الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للمعاشات ورفع الحد الإعفاء الضريبي كمان، وده اللي بينعكس على أصحاب الدخول بصفة عامة. بالتالي فالفلاح كان مهم أن تصله جزء من هذه الانفراجة، تحسين أحواله. هذا التحسين بيكون له عدة أبواب، فكان من ضمن هذه الأبواب رفع سعر توريد القمح، وده اللي بينعكس عليه طبعا لأنه بيحصل على عائد مناسب ومجزي بيعوضه وبيساعده على أنه يواجه التحديات الاقتصادية، لأن التحديات الاقتصادية الحكومة والدولة المصرية بتواجهها من خلال مصارين. المصار الأول ضبط سعر الصرف والسيطرة على التضخم المبالغة الكبيرة جدا اللي كانت موجودة في سعر الصرف في السوق الموازية، وفي المقابل تحسين أحوال المصريين، وده تم من خلال تحسين أحوال أصحاب الرواتب، والنهاردة بنشوفه في تحسين أحوال الفلاح فئة أخرى في تحسين توريد سعر توريد القمح. وتصور أن الفلاح أيضا سيكون له اهتمام كبير جدا، والزراعة المصرية سيكون لها اهتمام كبير جدا هي والقطاع الصناعي خلال الفترة القادمة. طيب كمان من الأمور المهمة جدا أن احنا نسأل حضرتك عليها ونعرف مردودها إيه اقتصاديا على السوق المصري وعلى الموضوع الأهم اللي ما فيش مصري في 105 مليون مصري مش بيسألوا عليه، وهو الأسعار، هو فكرة الإفراج عن بضائع بقيمة 3 مليون دولار في الأيام القليلة الماضية. ده يا فندم حضرتك شايفه إزاي هذه الخطوة، وإزاي اقتصاديا ممكن يبقى ليها مردود على فكرة ضبط الأسعار وخلينا نقول استقرار السوق المحلية كمان؟ خلينا نأكد على حالة الهدوء النفسي اللي أصابت الأسواق بعد تحرير سعر الصرف. التجار نفسهم ابتدوا يهدوا، القلق وانسداد أو غيوم الأفق المستقبلي اللي كان خالق توتر وكان عامل ارتباك في مسألة التسعير تم القضاء عليه نهائيا. عودة التسعير على أسعار أقل من المستويات المبالغ فيها جدا اللي كانت موجودة الأسعار الصرف في السوق الموازية وتراجعها بصورة كبيرة جدا مع تحديد سعر الصرف أدى إلى هدوء أكبر. الإفراج عن البضائع أدى إلى هدوء وتوقع بتراجعات أسعار أكبر من اللي حصل. حصل بالفعل تراجعات أسعار في مجموعة من السلع، ولكن مع استقرار أسعار الصرف، وأتصور أن دورة الإنتاج أو دورة الاستيراد على حسب نوع السلعة لما بتكون بأسعار صرف أقل من الأسعار المبلغ فيها اللي كانت مقررة في السوق الموازي سيكون ذلك محل اعتبار عند الجميع، وسيكون هناك تراجعات أكبر في الأسعار خلال الفترة القادمة. الأهم هو أن الجميع يعني متأكد أن الدولة المصرية كان عندها تحديات متعلقة بتدبير احتياجاتها من العملة الأجنبية في المدى القصير طبعا. والجميع أدرك أن هذا الاحتياج تم تغطيته وأن هناك مصادر متجددة. لا يعني طبعا كانت يعني اتفاقية رأس الحكمة كانت مهمة جدا، ولكن هناك مصادر أخرى وهناك آليات أخرى بنتابعها بتؤكد على أن هناك استدامة في قدرة الدولة المصرية على تدبير احتياجاتها من العملة الأجنبية خلال المرحلة القادمة، وده بيؤدي إلى استقرار في السوق وهدوء في الأوضاع وتوقع التحسن. فتوقع التحسن في حد ذاته يكون له انعكاس إيجابي على الأسواق. نعم، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي. شكرا يا فندم لوجود حضرتك معنا.